البعض ويطرح تساؤلات متعددة ويلقي بالاتهامات ويعطي جداول زمنية للسقوط كأنهم يسعون إلى تدمير معنويات الناس لماذا يسعى البعض إلى الحديث بأرقام مغلوطة ويدعي وينشر شائعات يعرف تماما أن من شأنها أن تثير الناس وأن تسعى إلى دفعهم إلى مواقف غير طبيعية في مواجهة أزمة بالتأكيد كان السبب الأساسي فيها هو هذه التطورات العالمية التي يشهدها العالم منذ جائحة كورونا معنا اليوم لطرح الكثير من التساؤلات المهمة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز التنمية الداخلية دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين دايما سعداء ان احنا نتواجد في معيتكم يعني السؤال اللي بيطرح نفسه في البدايه انعكاسات هذه الازمه سواء في ارتفاع اسعار الطاقه او مشتقاتها اثر بالتاكيد على السلع الاساسيه والضروريه وارتفعت ارتفاعا كبيرا لا يستطيع الناس ان يعني يتعاملوا معه بالطريقه العاديه ما هو تحليلك الاساسي لهذه الازمه وتداعياتها طيب اولا طبعا العالم النهارده بيشهد بزوغ نظام اقتصادي جديد شيء ما نعم بينا هناك نظام اقتصادي عالمي جديد بيتم تكوينه بدا ما قبل كوفيد 19 وامتد ليشمل الحرب الروسيه الاوكرانيه فالعالم ما قبل هذه الاحداث شيء وما بعد هذه الاحداث شيء ثاني الازمه دي طالت كثير من الدول بما فيها الدول الكبيره يعني الدول الاوروبيه بتكلم على بريطانيا على فرنسا على المانيا هذه الدول النهارده بتراجع سياستها الاقتصاديه هذه الدول تعاني من ازمه كبيره في الغاز تعاني في الوقود تعاني في ارقام كبيره في التضخم يعني النهارده اوروبا متوسط هذه القاره العجوز وانا اتحدث عن التضخم يتعدى 12% لاول لا. مره صحيح. تمام لما اتحدث عن امريكا بجلاله قدرها وهي القطب الاقتصادي الاكبر على مستوى العالم بتمثل 23% من اجمالي الاقتصاد العالمي لما تتاثر بهذه الشاكله وتطلع من الاحتياطي الاستراتيجي بتاعها فيما يتعلق بالبترول والغاز يبقى ده له مغزى فبالتالي الطبوغرافيا العالميه تغيرت وكان له انعكاسات على الاقتصاد العالمي فتحركت الأسعار تحركات الحقيقة كبيرة بسبب تغير في سلاسل الإمداد تغير في سلاسل التموين عملية أنك أنت السلع اللي موجودة عندك ديت أن هي تقدر تتحرك من دولة ألف إلى دولة به النهاردة مثلا بتبص على أسعار النقل والنولون والشحن والتفريغ النهاردة الضرب في 10. فاصبح النهارده المواطن في اي حته في العالم بيئن من الغلاء ولكن السلع ما زالت متاحه. مم. الاخطر ان نشهد نوع من نقول ايه الندره في بعض السلع على مستوى العالم وده حدث مم. يعني مم. في ازمه كورونا احنا شفنا ان في سلع اتشالت من على الارفف في السوبر ماركت ان السلع اللي داخل فيها محتوى للرقائق الالكترونيه اختفت مش كده فبالتالي انت النهارده بتشهد شكل جديد للاقتصاد هناك دول استفادت وكانت رابحه من هذه الازمه امريكا ستربح من هذه الازمه الصين ستربح من هذه الازمه دول اللي عندها بترول وغاز وعندها فوائد استفادت من هذه الازمه والخاسر الاكبر اوروبا والاسواق الناشئه طيب اللي جاي بقى عامله ازاي يعني الناس يعني ايه توقعات الاقتصاديين فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي متوقع يعني بعد هذه الموجات التضخميه الكبيره التي رايناها على مدار السنوات الثلاثه الماضيه ان احنا كده وصلنا الى القمه، هيبتدي الاسعار تنخفض خصوصا في السلع الاستراتيجيه، بص على مثلا على البترول، بص على الغاز، بص على الحبوب، سله الاقماح والحبوب والغلال، ابتدى يحصل انخفاض في اسعار هذه السلع الاستراتيجيه لان العالم دايما بيبقى فيه دايما كيرف لا. لما بتصل الى قمة المنحنى دوت فبالتالي الأمور بتستقر هل الأمور ممكن تخرج مرة أخرى عن السياق؟ م -م -م. قد يكون لا م -م -م. أحد يتوقع ماذا سيحدث لو الأزمة امتدت ودخلت دول أخرى على الخط فماذا سيحدث لأسعار السلع العالمية؟ ماذا سيحدث لسلاسل الإمداد والتموين؟ ماذا سيحدث بالنسبة لي التضخم والموجات التضخمية التي يشهدها العالم على مستوى القارات الخمس ما فيش النهاردة دولة لم يحدث فيها تضخم مرتين وثلاث مرات يعني النهارده في مصر التضخم مصر أربعة عشر وستة من زي ما قلت في أوروبا وأمريكا إحنا وصلنا إلى معدلات تضخم لم نشهدها من قبل يعني حتى المواطن البريطاني والمواطن الأمريكي والمواطن الفرنسي والألماني يئن من الزيادات السعريه م. كل كل اربعه من عشره مستهلكين في بريطانيا بداوا ان هم يخفضوا استهلاكهم بص على السوق الامريكي عندنا مؤشر مهم جدا اسمه اندكس uh, او مؤشر مدير المشتريات م. ده اهم مؤشر يا مصطفى بيه على مستوى امريكا م. يعني عايز تعرف الاقتصاد الامريكي بيتمدد وينمو ولا بيتقلص اعرفوا من هذا المؤشر حجم المخزون لدى الدولة الامريكية، م. حجم المشتريات، حجم التصدير، حجم البطالة، ده كله جزء من اللي انا ذكرته اللي هو البيرشيسنج مانجرز اندكس، او مؤشر مشتريات او مديري المشتريات. فالنهارده حصل انخفاض في امريكا في هذا المؤشر من 49.7 الى 47، ده معناه ايه؟ ان الاقتصاد الامريكي بينكمش، بس ما يجراش حاجة لان الاقتصاد قوي. مم. ان هو ينكمش مم. انما اما تبقى هذا الانكماش او هذه الانكماشات في الاسواق الناشئه لسه ما عندهاش يعني المسلز او العضلات ان هي تقدر تحافظ على شكل الاقتصاد لما اتحدث عن الاقتصاد المصري في ظل هذه التغيرات الاقتصاديه العالميه الاقي الاقتصاد المصري قدر بطريقه او باخرى ان هو يحافظ على مكتسباته من 2016 منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي لكن البعض يا دكتور ما زال يثير حالة من الخوف والفزع عند الناس إن البلد مش هتقدر تسدد الديون اللي عليها إن الوضع صعب جدا إن الأزمة متفاخمة إحنا دخلنا في النفق المظلم والبعض يتوقع بسقوط الدول في هذه الفترة صحيح شوف أنا هقول لحضرتك حاجة من وجهة نظري الشخصية بصفة رجل اقتصادي يعني دايما الكوباية بيبقى فيها جزء مليان وجزء فارغ انت بتبص على الكوبايه ازاي عندنا تحديات نعم لدينا تحديات كبيره ولكن قدر الاقتصاد المصري على مدار السنوات الاربعه الماضيه ان هو لا يتاثر كما تاثرت دول اخرى نعم. كانت اكثر قوه اقتصاديه منك نعم. النهارده مثلا لما الناس بتتحدث وتغالي في الاسعار وتغالي في الارقام لا مم. احنا عندنا الحقيقه لما انا بتحدث عن مبادره رئيس الجمهوريه فيما يتعلق بتقديم حزمة اجتماعية للمواطنين أنا النهاردة بتحدث إن عندك الأسعار وسقف الأسعار الحية لم يتحرك يعني في الأرز في السكر في الزيت في السلع الأساسية والاستراتيجية بالنسبة للمواطن المصري البسيط لم يحدث زيادات كبيرة حصل بعض الزيادات إنما الزيادات ما هيش كبيرة كما تحدث في أسواق أخرى بل بالعكس ده احنا شفنا في اللحوم الاسبوع الماضي ان الوزاره قللت الاسعار بتاعه اللحوم سواء المبرد منها او المجمد وخلافه فالنهارده اقدر اقول ان الاقتصاد المصري قادر على امتصاص هذه التحديات اقتصاد متنوع ما هوش اقتصاد يعتمد على سلعه واحده انما اقتصاد لديه تنوع اقتصادي جيد طبعا زي ما قلت تحديات كبيره بالنسبه للفجوه التمويليه الفجوه التمويليه بنتحدث على 30 مليار م. طيب هل احنا قادرين على الوفاء بالتزاماتنا تجاه الدائنين قولا واحدا بقول نعم م. ولكن هتكون لها تداعيات بمعنى بمعنى انت النهارده لما بتحط او بتضع مجموعه من القيود على الاعتمادات المستنديه عشان م. تقدر انك تحد من الاستيراد لان لما تيجي تبص على التدفقات الدولاريه في شرايين الاقتصاد المصري انت عندك خمس مصادر للدولار اول مصدر التصدير امم صدرنا السنه الماضيه ب 45 مليار دولار بالمنتجات البتروليه ده ده يعني 12 مليار و33 مليار اجماليهم 45 مليار ده اول مره نوصل ده اول مره مصر تشهد هذا القدر والحجم من القيمه التصديريه م. ده أول شيء اتنين تحويلات المصريين في الخارج وصلت ل 31.9 من عشرة مليار دولار م. بتحدث 32 مليار دولار تالت مصدر من المصادر العملة الدولارية بنتكلم على قناة سويس 7 مليار لأول مرة برضه كنا خمسة خمسة وشوية لأول مرة بنشهد 7 مليار أو نلامس هذا الصنف رابع حاجة السياحة ده تحدث عن 6 مليار دولار وخامس مصدر من هذه المصادر كلنا عارفين اللي هو الاستثمار الاجنبي المباشر، مم. الخمس مصادر دولت هو بيديلك التدفقات او الحصيله الدولاريه، بس مم. انت في الناحيه الثانيه عندك التزامات دولاريه استيراد سياحه خارجيه آه عندك خدمه الدين عندك ودايع وصلت الى مرحله انك انت لازم تسددها مره اخرى، فانا تصوري انك انت تفتح الاقتصاد وان الدوله تتخارج من بعض الانشطه طبقا للتوجه الخاص بالدوله في اصولها انا ما بقولش انك انت تبيع الاصول بتاعتك انما تشارك بهذه الاصول هذه واحده الثانيه انك انت تدي ثقه في الاقتصاد المصري اكثر وانا بقول الصندوق هو بيديلك نوع من الثقه يعني بغض النظر شهد. بغض النظر عن حجم, حجم القرد. صحيح هتاخد ثلاثة صح. هتاخد خمسة هتاخد عشرة مليار دولار مش هو ده إنما دي شهادة الثقة في الاقتصاد المصري بعد شهادة الثقة دي بيجي الحقيقة مجموعة من التدفقات النقدية الدولارية سواء استثمار أجنبي مباشر أو أموال ساخنة نحن تعلمنا الدرس جيدا فيما يتعلق بالأموال الساخنة اللي دخلت في شهرين 20 الأقتصاد. مليار و 20 وبعد كده تخرجت نعم. مرة واحدة من الاقتصاد المصري اتصور ان الدرس تم استيعابه ان عقد وجود هذه الشهادة ان الدولة المصرية قادرة على الوفاء بالتزاماتها وان صندوق النقد الدولي اعطاق هذه الميزة انا اتوقع تدفقات دولارية في شرائين الاقتصاد المصري الحاجة الاخرى انك لازم تحد من يعني الواردات بتاعتك شويتين يعني خصوصاً إن كان في واردات الحقيقة ليس لها معنى وأنا بقدر هذا الأمر تقريباً ب في المية يعني 20 في المية من الواردات اللي أنت كنت بتستوردها أتصور إن هي ما هياش في هذه الفترة حاجة ضرورية فممكن تستغنى عن 20 في المية حكاية توطين صناعات أنتقي عشر صناعات من اللي أنا عايز أوطنهم داخل الاراضي المصريه في المنطقه الاقتصاديه في مجمعات صناعيه في مراكز تجاريه سمي ما تسميه انما الحقيقه لازم انك انت تبتدي توطن توطن صناعه داخل الاراضي المصريه بجانب تخفيف نسبه الاستيراد خصوصا من المستلزمات الغير ضروريه ده مهم جدا 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 وفي نفس الوقت انك تمد شبكه الح... الحمايه الاجتماعيه للكثير من الاسر المصريه يمكن دوله رئيس الوزراء النهارده في المؤتمر تحدث عن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي م. لما بتكلم مثلا على زياده الدعم 100 جنيه م. لما يقرب من 37 مليون مستفيد 8.1 من عشرة مليون بطاق تسعه واثنين من عشره مليون اسره، م. فده الحقيقه عدد لا باس به، انما انك انت يعني زي ما قال فخامه الرئيس ان لغايه شهر 12 ان بنستمر في دعم الاسر الاكثر احتياجا عشان الموجه التضخميه الموجوده. م. فانت النهارده لابد من ثلاث حاجات: واحد الحد من الاستيراد م -م. توطين صناعة فتح شرايين الاقتصاد المصري لتلقي استثمارات أجنبية مباشرة ولنتفق أن الاستثمار لا ملة له ولا دين نعم. فتفتح ولكن شريطة أن مش موضوع بيع إنما موضوع مشاركة وأن يكون هناك قيمة مضافة من هذه المشاركة يعني ما الاقي شركة سين دخلت بحصة 20% في إحدى الشركات المحليه لا تكتفي بضخ اموال لشراء هذه الحصه انما تضيف قيمه اقتصاديه تتوسع في الانشاءات تتوسع في خطوط الانتاج ولكن هناك مخاوف يا دكتور هناك مخاوف المخاوف ستظل قائمه المخاوف موضوع الأصول أنا, الاصول انا دايما بكون الحقيقه حريص جدا في تناول هذا الامر مش عيب يا مصطفى بيه ان يكون لديك شركاء من الاجانب م. دور الدولة هي منظم ومشرع تحمي ملكية الفرد وملكية الدولة. ها؟ بس مش معنى إن أنا بطرح حصة في شركة لاستثمار أجنبي إن شيء عيب. لا، أنا كده يعني الحقيقة كل الدول في العالم اللي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة فتحت شرايين الاقتصاد وطرحت مجموعة من الأصول بال حضرتك المستثمر اللي بيشتري الأصل ده ده راجل واعي جدا هو بيشتري ايه؟ لما يجي يشتري الكوبايه ديت او يساهم في الكوبايه ديت او يتحصل على جزء من الكوبايه ديت هو عايز عائد على استثماراته م. وبيقارن هذه الفرصه والفرصه البديله م. اني استثمار واني اصل هيكون له عائد اكبر؟ م. فانا الحقيقه عايز اطمن الناس ان فكره طرح اصول لاستثمارات اجنبيه والحديث عن مواني وغير ذلك من الامور. هقول لحضرتك يعني دول كثيره بما فيها امريكا بما فيها اوروبا يعني تركت المواني الخاصه بها لمستثمر اجنبي يقدر المستثمر بياخد المواني وبيجري بيها. م. المواني ستظل على الارض المصريه، الاصول ستظل على الاراضي المصريه، فليس هناك تخوف، وبعض الناس بتتخوف من دخول استثمارات في قطاعات استراتيجيه. <applause> ولكن تعالى نبص على تجارب دول اخرى قدرت ان هي تحتوي هذا المستثمر وتحافظ على انها قوم، خلي <applause> بالك حاجه هو التخوف من ايه؟ الامن القومي، <applause> الامن القومي المصري، <applause> وساعات بتبقى فزاعه بيستخدم او بتستخدم عشان يعني تخوف الناس، انا عايز اطمن الناس ان لما بنفتح شرايين الاقتصاد ليه إن احنا يدخل عندنا استثمار اجنبي مباشر يوفر فرص عمل يضخ استثمارات يتوسع يزود طاقات انتاجيه ان يكون هناك فوائد للتصدير فمين اللي هيكسب في النهايه المواطن المصري انما النهارده تعالى نتكلم يا استاذ مصطفى ان ايراداتك الدولاريه بسيطه والتزاماتك الدولاريه كبيره مم. فعندك عجز في الميزان المدفوعات مم. عندك عجز في الميزان التجاري مم. عندك عجز في الميزانيه مم. مش كده انت تعاني طبعًا من عجوزات طبعًا كبيره طبعًا طيب ما هو الحل م. يعني النهارده انا هقعد اتكلم واقول والله انا عندي عجز في كذا وعندي عجز في كذا وعندي عجز واقعد اعيط طب وبعدين إيه؟ طيب لا لازم يكون هناك ادراك بحجم المشكله واقر ان هناك مشكله حقيقيه م. والحل هو العمل على جذب استثمارات اجنبيه مباشره م. انا ما عنديش مانع انك تقترض وهنيجي لموضوع الاقتراض كمان مسبب مشكله أنت مازلت زلت ما زلت في الحدود الآمنة، 35% من إجمالي الناتج المحلي خمسة 85 بتاعي. ده أنا بتكلم على الدين الخارجي بالعملة الأجنبية. تمام؟ آه. فأنت ما زلت في الحدود الآمنة بالمؤشرات الاقتصادية العالمية. م. م. طيب، هل القروض ديت اللي أنت استدنتها ضختها في أصول بتدر عملة أجنبية؟ أنت النهارده على فكرة ممكن اقترض لمشروع من المشروعات بالعمله الاجنبيه والمشروع دوت هيصدر يبقى حصيله التصدير عمله اجنبيه هتقدر انك انت تفي بيها التزاماتك مش كده طيب ده, ده ده الشق الشق الثاني لما انت تقترض على المدى القصير والمشروع بتاعك على المدى الطويل بيسموها في لغه الصيرفه ميس ماتش مفيش انسجام ما بين ما تم اقتراضه وما سوف يتم سداده م. على المدى البعيد انا عايز اطمئن الناس عندنا تحديات كبيره نعم هناك تحديات كبيره هل الدوله المصريه قادره باقتصادها المتنوع بامتصاص كثير من هذه التحديات نعم ولكن هناك م. كلفه م. هناك تكلفه تمام هتاخد وقت هتاخد وقت طيب نعمل ايه بالنسبه للبسطاء من المجتمع والناس اللي زادت عليها تكلفه الحياه ان احنا لازم نفضل واقفين جنبهم. م. نمد شبكه الحمايه الاجتماعيه لكثير من المواطنين م. عشان نقدر نستوعب هذه الزيادات السعريه والتحديات الكبيره التي تواجه مش فقط المجتمع المصري انما كثير من المجتمعات. يعني انا ذكرت في امريكا ذكرت في بريطانيا، المانيا حطوا سقف للاستهلاك. <applause> طب احنا نا. ما عندناش سقف للاستهلاك نعم مش كده؟ انت بتخش على اي متجر بتشوف احتياجاتك ايه؟ هل زادت الفاتوره عليك؟ بالطبع الفاتوره زادت عليك. زادت على الناس كلها. تمام؟ طب هل الدوله كانت واقفه تتفرج؟ لا او تشاهد الموقف لا، تدخلت بادواتها والياتها وامتصت جزء كبير من الزيادات السعريه التي طرات في كثير من السلع، احنا م. لو اتكلمنا على الزيوت الزيوت طلع طن الزيت من 750 دولار قرب الى 2000, 2000 دولار بالظبط تمام الاقماح زادت من 238 دولار ولامست ال500 500 دولار م. طب هل تاثر تاثر المواطن عند شراء احتياجاته الاساسيه م. تاثر بعض الشيء في بعض السلع م. ولكن هذه الزيادات لم تكن مثل الزيادات التي طرات في هذه السلع في اسواق اخرى نعم نعم شيء جيد إنك أنت بتحاول تحافظ على هذه الطبقة ألا تتعرض إلى مخاطر كبيرة من زيادات <مت سعرية. <مت> في ناس هتقول لك الدكتور إبراهيم والله متفائل جدا. يقول لك لا لدينا تحديات كبيرة جدا. هيكون لها كلفة نعم هيكون لها كلفة. ولكن هل نحن قادرين على النفاذ من هذه التحديات؟ نعم. ولكن ليها تكلف؟ <مت 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 تكلفة. طيب ده خليني. أقول يعني بغض النظر عن مشكلة الدين وهي مش مشكلة يعني مقلقة للناس، لكن الناس نفسها يعني رئيس الوزراء طلع قال إن معدل النمو 6.6 ده ده العام المنصرم ما انعكسش على الناس، الناس ما حستش بإنعكاس معدلات النمو طيب هو معدلات النمو دي بتحصل منين؟ إيه؟ يعني عشان تقول إن الدولة دي شهدت معدلات نمو بسبب استثمار زياده في الاستثمار او زياده في الادخار او زياده في الميزان التجاري ان فيه يبقى فائض في الميزان التجاري او بسبب الاستهلاك طيب فجزء كبير من معدلات النمو التي تحققت للاقتصاد المصري بسبب حجم الاستهلاك طيب هل الناس شعرت بهذا النمو دايما السؤال انتوا بتقولوا ان الدوله بتشهد معدلات نمو كبيره طب اسقاط هذا النمو هل هناك ثمار هيستفيد منها المواطن؟ م. خلي بالك لو ما كانش عندك هذا النمو ما كنتش تقدر النهارده انك انت تتمدد في الضمانات الاجتماعيه اللي بتديها للمواطن. دي نقطه مهمه جدا م. يعني لو انت ما عندكش او انت غير قادر ما كنتش هتقدر انك انت ترفع يعني المستفيدين او اعداد المستفيده من تكافل وكرامه مم. على 20 مليون النهارده نص مليون اسره تمام ما كنتش هتقدر تدفع 100 جنيه على بطاقه التموين على 50 جنيه ناس كانت حجم الدعم 50 جنيه اتضرب في اتنين مم. للبطاقه اللي فيها اسره واحده البطاقه اللي فيها اسرتين بقت 200 جنيه البطاقه اللي زادت عن اسرتين بقت 300 جنيه 200. في الشهر كويس فاذا انت النهارده بسبب ثمار هذا النمو اللي هو قد يكون غير محسوس لدى طبقات مخ الناس م. الشريحة الوسطى، دايماً الناس في مصر بتتحدث عن الشريحة الوسطى في المجتمع. الشريحة الوسطى الحقيقة ضمانة الميزان اللي هي يعني خليني أقول لحضرتك يعني أنا عشت في بريطانيا فترة طويلة إن عظمة الاقتصاد البريطاني بتتمثل في حجم الشريحة الوسطى، يعني حجم الشريحة الوسطى في المجتمع البريطاني تصل إلى 80% في وإن قوة الدولة اقتصاديا بتقاس بقيمة وحجم الشريحة الوسطى في الاقتصاد. م. طيب هو النهارده الاقتصاد بتاعك تصنيفه عالميا احنا النهارده تصنيفنا رقم 42. م. عالمية 95 دولة. اجمالي الناتج المحلي بتاعنا وصل الى 400 دولار. احنا مليار اسف 400 مليار دولار أكثر اكتر ال 432 مليار دولار لا نتعدى ال 400 مم. مليار دولار اما نتحدث عن حجمك عربيا انت تقريبا مصنف رقم خمسه افريقيا مصنف رقم اثنين او مم. ثلاثه مم. لو انت استمريت بنفس معدلات النمو اللي ده الاقتصاد المصري هتتحرك من الدوله رقم 42 الى 36 تمام أه؟ خلي بالك يعني هم خمس دول اللي بيستحوذوا على 75% من اجمالي الناتج العالمي مم. خمس دول مم. امريكا مم. الصين اليابان مم. المانيا فرنسا هم دوله الخمسه بيستحوذوا على 75% من اجمالي الناتج العالمي طيب انت حصتك قد ايه في اجمالي الناتج العالمي آآ آآ يعني اربعه 4% الميه ده ده حصتك من اجمالي الانتاج العملي، ولكن انت تتاثر تاثر كبير بما يحدث حواليك في العالم. مم. طيب، هل كانت الدوله المصريه في الفتره اللي فاتت خاطئه ان هي تضخ هذه الاستثمارات او ان هي تقترض؟ لا، لانك انت كان عندك اشياء انيه لازم تضخ فيها استثمارات او تقترض بسببها، زي الكهرباء، محطات الكهرباء، مم. محطات المياه ومعالجة المياه المشروعات التي تتعلق بالطرق، أنا م. لسه بقول لحضرتك لولا الطرق يعني أمريكا سبب نهضتها ايه؟ شبكة الطرق البنية التحتية شبكة الطرق هي م. الأساس عشان تقدر تتنقل مش كمواطن إنما كسلع. م. يعني سهولة دخول وخروج السلع من محافظة إلى أخرى تتطلب طريق، المناطق التجارية اللوجستية اللي إحنا نطرحها على القطاع الخاص لولا الطرق ما كان هناك إقبال من قبل المطور والمستثمر التجاري انه يخش في هذه المشروعات، احنا من يومين طرحنا ثلاث فرص استثماريه باجمالي 6 مليار في كفر الشيخ وفي أهلية وفي السويس، ده شيء ايجابي. طيب المغزى بتاعها ايه؟ المغزى ان مازال لديك طلب استثماري على فرص حقيقيه. يبقى مهم جدا يكون لديك فرص حقيقيه. الاستثمار الاجنبي المباشر لن يتدفق ولن ياتي الا لما يكون في مستثمر محلي مم. اوعى تتصور يا مصطفى بيه ان هيجيلك مستثمر اجنبي ويضخ استثماراته لو كان المستثمر المصري او المستثمر المحلي صحيح. غير متواجد صحيح. او مش هيجيلك لو هو بين أمواله للخارج دي تبقى علامه سيئه منين انت بتقولي تعالى استثمر والمستثمر بتاعك مش موجود مم. فاما يكون هناك طلب وشهيه من قبل مستثمرين مصريين وعرب واجانب للدخول في هذا المعترك الاستثماري وهذه الفرص الاستثماريه الحقيقيه الواعده لانها هي ليها عوائد استثماريه كبيره. خلي بالك الاقتصاد المصري من افضل الدول اللي لديه عوائد استثماريه م. يعني العائد على الاستثمار لها كبير مقارنه باسواق ناشئه اخرى. فنص الكوبايه مليان م. بس في ناس بـ بـ بتحاول تتاجر بالنص الفارغ من الكوب. لكن ازاي نحافظ على ثبات الاسعار الاستراتيجيه المواد الاستراتيجيه بالاساس ونحن امام تذبذب نتاج الازمه العالميه كيف الطريق؟ طيب خليني اقول لحضرتك مثلا في سلعه زي سلعه القمح وبعد كده نتحدث عن سلعه اخرى. انت كانت الساعات التخزينيه بتاعتك في الدوله المصريه للاقماح لدى الحكومه 1.2 مليون طن. صحيح. كويس؟ طيب انت تقريبا بتنتج 45% من استهلاكك احنا بنستهلك تقريبا في السنه ما يقرب من 22 مليون طن دقيق كويس م. طيب احنا رفعنا الساعات التخزينيه من 1.2 من عشرة قاربت ولمست 4 مليون طن فتقدر انك انت تكون احتياطي امن من هذه السلعة في الماضي كنت بتخزن الاقماح في شون مم. وكان الفاقد والهالك الكبير يصل الى خمسة مليار جنيه سنويا، النهارده عندك ما يقرب من 75 صومعه تحت الغطاء الحكومي سواء في الشركه القابضه للصومعه او الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، قدرت انك انت تعظم حجم الاحتياطي بتاعك الان وصل الى سبع شهور، ده شق، الشق الثاني انك انت زودت المساحات المنزرعه بالأقمح الشق الاخر انك انت بتكون طاقات تخزينية أخرى الجزء الآخر أنك أنت عند شرائك للأقماح إيه وبعض السلع الاستراتيجية بنعمل حاجة اسمها هيدجنج أو التحوط وده حصل الحقيقة في الوقود فأنت النهاردة لديك أدوات كثيرة للحفاظ على الاحتياطي بتاعك تنويع أو تنوع مصادر إمداد السلع يعني زمان كان عندنا أربع خمس مناشئ لاستيراد الأقماح صحيح. النهاردة عندنا خمستاشر منشأ لاستيراد الأقمح لاول مرة بنتكلم مع المانيا، مع بلغاريا، مع فرنسا، مع رومانيا، فانت النهاردة عندك أكثر من مصدر. ده رقم واحد، وعندك احتياطي، وبتعمل توسعات في الزراعات، وبتزود الطاقات التخزينية، يبقى يعني مش هيحصل عندك مشكلة في هذه السلعة. قد يكون هناك كلفة في استيراد الأقماح لأن زي ما ذكرت الأسعار تضخمت ولكن انت لم تمرر هذا التضخم لهذه السلع الى المواطن ما زال المواطن يتحصل على رغيف العيش بنفس القيمه مم. خمس قروش انت بتنتج النهارده ما يتعدى 250 مليون رغيف بالدعم انت بتتكلم على يعني 130 مليون كل يوم ده دعم في سلعه واحده في الخبز نفس القصه في الزيوت بتعمل مصانع زيوت بتزود الساعات التخزينيه الاحتياطي عندك في الزيت النهارده ست شهور انا ما على سلع اخرى يعني ما بتكلمش على العربيات ما بتكلمش على الملابس بس انا بتحدث طبقا لميزان الاولويات بالنسبه للكثير من المجتمع المصري فانت النهارده امن تماما فيما يتعلق باحتياطاتك الاستراتيجيه من السلع الاساسيه هل عندك شورتج او عندك قصور في بعض السلع اه انت ممكن تنزل السوبر ماركت كنت متعود انك تلاقي عشر اصناف اجنبيه بجانب المنتج المحلي هتلاقي النهارده 3 أربعة وتلاقي خمسة ستة مش موجودين إنما عندك البديل المحلي نعم أنا بتكلم فيه no. الصناعات الغذائية no. طب هل الصناعات الغذائية شهدت طفرة خلال السنوات الماضية بالطبع أنت لو تفتكر يعني أنا برضو عجوز شويتين أنت لما كنت تنزل تشتري أي منتج غذائي كان عملية التغليف بتاعه سيئة أه مش منضبط صحيح. أه إنما النهارده الحقيقة المنتج بقى أكثر جودة بكثير عن ذي قبل قدرت انك انت تصدر منتجات غذائيه وحصلات زراعيه يمكن بنسبه نمو 70% دي اضافه مم. كبيره مم. على فكره انا زي ما بقول هناك تحديات كبيره ولكن هناك ايجابيات كثيره مم. الفتره الجايه صعبه اتصور ان هي فتره صعبه على كل مم. الاقتصاديات الناشئه تمام هل انت الدوله الوحيده في المنطقه التي او في الاسواق الناشئه التي تعاني عجز في المدفوعات أو في ميزان مم. المدفوعات مم. لا ما انتش الوحيد إنما مصر دولة كبيرة ودايما سبوتد يعني عليها العين في المنطقة ولكن مم. الحقيقة في كثير من الناس بيحاول إن هو يشوه او يسيء مم. او يحاول إن هو يقول والله الشكل سيء للغاية في حين لا هناك تحديات نعم ولكن هناك ايجابيات مم. طيب البورصة السلعية ماذا عنها البورصه السلعيه بدأنا في الموسم قبل الماضي في الأقماح، م. احنا عندنا 400 نقطة لتسليم الأقماح، تم ميكنة هذه الدورة المستندية بحيث صانع القرار بيبقى عارف يوميا ولحظيا حجم ما تم توريده من أقماح إلى هذه النقاط، فيبقى م. عندك الحقيقة نوع من ميكنة عملية تسليم الأقماح، هذه م. واحدة الثانية في موسم القطن إن شاء الله الشهر الجاي إحنا داخلين في المزادات بتاعت القطن هتتم عبر المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع هي إيه البورصة المصرية للسلع؟ البورصة المصرية للسلع هي سوق زي ايه سوق مم. سوق بنسميه سبوت ماركت وهذا السوق بيبقى على منصة إلكترونية آه مصطفى بيه عنده قطن عايز يبيعه ليه مجموعه من المشترين يبقى تخش على النظام او على المنصه الالكترونيه هتقول انا عندي كذا اكس م. م. عندي السعر اللي انا حاطه كذا عندي الرتبه بتاعه القطن كذا ويبتدي موضوع المزادات والمزايدات اللي كانت بتتم بالورقه هتتم على منصه الكترونيه شلت الوسطاء اللي موجودين او السماسره اللي موجودين في هذه السلسله بحيث ان في النهايه ده هينعكس على المواطن ان هو يتحصل على السلعه باقل من سعرها ب 15%. ليه بقول كده؟ لان كل الدول اللي لديها مش كل الدول عندها بورصات سلعيه، م. يعني قليل من الدول اللي عندها بورصات سلعيه، وما بتكلم على بورصات سلعيه لا اتحدث فقط على خضار وفاكهه ولا اي نوع اخر من الصناعات الغذائيه، انما ممكن اتكلم على معادن ممكن اتكلم على الذهب ممكن اتكلم على الحديد آه انا بتحدث في الفتره دي بنتحدث عن الدواجن بجانب القطن والاقماح بتحدث عن الرز بتحدث عن الذهب فدي كلها هتبقى سلع تم دراستها بعنايه تم الانتهاء من المنصه الالكترونيه للبورصه المصريه للسلع تم الانتهاء من الاشتراطات العضويه الخاصه بالسلع فان شاء الله في الربع الاول هيكون اول تريده او اول عمليه تداول ليه سلع على المنصه الالكترونيه يعني الرز لما تيجي تشتري الشركه القبه او الرز لما ييجي يشتري هيئه السلع التموينيه يشتري عن طريق ايه البورصه عايز تشتري دواجن تشتريه عن طريق البورصه اذا الناس تبتدي تتعود بس مم. خلي بال حضرتك ان البورصه ما هياش بتتعامل مع افراد بتتعامل مع مؤسسات يعني ما ينفعش ابراهيم عشماوي يخش يقول والله انا هشتري فرختين من البورصه المصريه للسلع. لا انا بتكلم على تداول ما بين شركات بائع ومشتري. م. ولكن الميزه في البورصه المصريه للسلع انك انت بتتخلص من الوسطاء فبتصل السلعه مباشره ما بين البائع والمشتري وبالتالي المستهلك النهائي يتحصل على هذه السلع اقل مما كانت عليه ب 15 ل 20%. دكتور ابراهيم جهاز التنميه التجاره الداخليه اعلن عن تدشين اول سوق من اسواق الجيل الثالث في الاسماعيليه بتكلفه استثماريه قدرات 2 مليار جنيه. ماذا يعني اسواق الجيل الثالث؟ احنا عندنا سوق العبور وعندنا سوق 6 اكتوبر للخضر والفاكهه. الحقيقه شكل هذه الاسواق تغير تماما. عمليه تدوير المخلفات. عمليه عرض السلع. عملية الفاقد اللي بيتم في تداول هذه السلع داخل الأسواق ده كله الحقيقة بقى شكل جديد أسلوب م. عرض جديد تداول البضاعة داخل السوق بشكل جديد هناك منصات إلكترونية لعرض الأسعار والمزايدات بتتم هناك مباني لشركات داخل أسواق الجملة استخدام الطاقة النظيفة داخل أسواق هذه الجملة م. يعني هذا دي لك مثال بسيط احنا عندنا سوق العبور موجود على 300 فدان بس مش عايز اقول الإيراد بتاعه قد ايه عندنا سوق رانجيس في فرنسا في خمسة كيلو من باريس سنويا بيعمل ما يقرب من 11 مليار يورو إيراد 11 مم. مليار مم. يورو مم. طيب مطار أورلي اللي هو قريب من السوق بيتم تغذيته من مم. تحويل الطاقة والفاقد إلى طاقة هذا رقم واحد اثنين في جوه السوق نفسه في يعني اقول لحضرتك حجم من المباني الحضاريه اللي بتاجرها الشركات العملاقه اللي بتتداول فيها في هذه السلع بتاجر باسعار كبيره جدا عمليه التبريد والتجميد للسلع بيتم بشكل الحقيقه يعني ادفانسد او متطور للغايه دول عاملين جوه السوق زهور بيبيعوا زهور جوه سوق رنجيس طيب المشكله بتكمن فين بقى يا مصطفى بيه في اداره هذه الاسواق مين اللي بيدير أسواق الجملة في مصر؟ إما المحليات أو الغرف التجارية ما احترمنا تماماً للمحليات والغرف التجارية ولكن أصبح هناك شركات متخصصة من القطاع الخاص لإدارة هذه الأسواق زي مثلاً في الفنادق مش عايز أسمي فنادق بتمتلكها الدولة ولكن مين اللي بيديرها؟ شركات أجنبية طيب لو أنا بصيت عند إدارة الدولة لهذه الأصول وما تحصده من أرباح مقابل إدارة هذه الشركات لهذه الأصول وما تحصده للدولة من أرباح هيبقى عشر أضعاف. م. فبالتالي التوجه الجديد في أسواق الجملة أن يكون فيه محتوى مختلف، معروض مختلف، استخدام الطاقة النظيفة، تدوير للمخلفات، عرض للسلع، إدارة مختلفة لهذه الأسواق. ده هو مفهوم الجيل الثالث من أسواق الجملة، غير سوق العبور وغير م. سوق 6 أكتوبر. دكتور أنت تعرف حجم مستوى الفقر في بلادنا، ومع ذلك نشهد مظاهر استفزازية تثير يعني حفيظة هذه الطبقة حفيظة الناس وتخلق صراعا طبقيا وصراعا اجتماعيا الحقيقة. كيف يمكن بالفعل الحد من مظاهر الاستفزاز المجتمعي التي تأتي من فئة معينة؟ شوف دائما يا مصطفى بيه هناك الطبقة الثرية وهناك الطبقة الأقل ثراء والطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة والطبقة المعدمة مش كده؟ ده هو التصنيف زي مثلا دول متقدمة ودول نامية ودول فقيرة ودول تحت مستوى الفقر م. المشكلة دايما في النسب النسبة ما بين هذه الطبقة الثرية والأقل ثراء والوسطى والفقيرة والمعدمة م. المعدم دوت تصنيفه بس عشان نقول اللي هو من يتقاضى 2.2 دولار او نعم. ما يماثلهم يوميا. كويس؟ طيب هل هناك مظاهر استفزاز من الطبقه العليا لباقي الطبقات؟ نعم. م. هل ده كان يحدث في الماضي بنفس هذه الشكلة؟ لا. م. بقى في نوع من واحد، في طبعا في نوع من التنمر. في نوع من الاستفزاز مم. السوشيال ميديا ما تنساش كمان طبعًا. نشرت هذا الموضوع طبعًا. طبعًا. يعني دايما بقول زمان القصر بتاع الباشا الباشا عايش في القصر والخدم والحشم موجود وهذا راضي وهؤلاء مرضيين والباشا بيعطف على الآخرين ولا يستفزهم والناس اللي بره مش عارفة إيه اللي جوه في القصر عند الباشا مم. النهارده ما بقاش فيه سور وما بقاش فيه باشا مم. مش كده؟ مم. بقى الموضوع على المشاع. مم. أصبحت يعني قلة قليلة من المجتمع إن هي بتحاول إن هي تظهر حجم ثراءها على فكرة إظهار حجم الثراء مش شيء وحش. مم. إنما الوحش هو استفزازك للطبقات الأخرى وخاصة الطبقات المنعدمة. ده ده بيسيء طبعاً. مم. فأنا بقول رويداً رويداً أصحاب الثروات في وقت صعب على الناس فبالتالي يعني عدم اظهار الثروات بهذا الشكل المستفز المبالغ فيه والمستفز يعني انا بتصور ان ده هيثير حي... حفيظه الناس والناس هتبتدي من اين اتت هذه الثروات وما هذا الاستفزاز ويتحول الامر الى اكثر من هذا فانا باوصي اصحاب الثروات بتقليل مساحات الاستفزاز لديهم وعدم المغالاة والتباهي بهذه الثروة لأن هناك الكثير من الناس يئن ظروف اقتصادية صعبة م. على العالم كله م. فبالتالي بقول لأصحاب الثروات رويدا رويدا السيد الرئيس تحدث أكثر من مرة عن ضرورة تطوير الصناعة المصرية بما يحافظ عليها ويمكن يتكلم ايضا عن الاداره المشتركه ان نعم. القطاع الخاص يدخل شريك مساحه المشروع. اكبر للقطاع نعم. الخاص هل تعتقد ان هذا كفيل لوحده بحمايه الصناعه الوطنيه خاصه المشروعات والصناعات الاستراتيجيه انا لدي تصور النهارده ان مساحه القطاع الخاص في القطاع او مساحه القطاع الخاص في في, عملية في حجم في حجم الاقتصاد قليله م. وتحدث في هذا أكثر من محلل مش كده؟ أه وحجم استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد قليلة هل ده يرجع إلى عيب الدولة ولا إلى هم؟ في بعض الناس أه للطرفين مم. يعني خليني أكون أمين في عرض الموضوع مم. يعني الدولة تغولت بعض الشيء على حقوق القطاع الخاص والقطاع الخاص انسحب من المشهد مم. بعض الشيء بسبب أشياء كثيرة بس كان ليه أكثر من 70% في التنمية كان وبعد كده مساهمه القطاع الخاص في التنميه انخفضت ومساهمه القطاع الخاص في الاستثمار انخفضت لاكثر من النصف <applause> فانا بقول الطرفين الحقيقه يلاموا على هذا يلام الطرف الحكومي ان هي تغولت الحكومه بعض الشيء على مصالح القطاع الخاص واعيب على القطاع الخاص ان هو انكمش مش بسبب تغول الحكومه وإنما بسبب التخوف ان هو كان قلق من فتره ما هحط آه استثماراتي واحط فلوسي ولا انتظر مم. الحكومه ما تقدرش تنتظر لو لقت ان القطاع الخاص لم يقوم بمهمته كما ينبغي فهي بتتدخل وبتخش القطاعات ما كان يجب ان تتدخل فيها مم. طيب في في وثيقه ملكيه الدوله النهارده مم. الدوله هتضطر ان هي تتخارج من الكثير من الانشطه الصناعيه والانشطه التجاريه والانشطه الاخرى مم. وتدي مساحة أكبر للقطاع الخاص بس أي قطاع خاص المحلي والأجنبي مم. تمام فلو انضبطت هذه المعادلة وقطاع الخاص آآ آآ رجع مرة أخرى إلى صورته بس أنا بقول الرأسمالية الرحيمة الرحيم أو الرأسمالية الوطنية أو الرأسمالية الوطنية مم. ما يمنعش إنك تجيب معاها مع الراس الماليه الوطنيه تجيب مجموعه من المستثمرين الاجانب، الاصل مش هيجري بره، مم. الاصل مش هيطير، انت كفيل بحمايه امنك القومي، اوعى تتصور ان يكون هناك مينة تحت اداره من قبل شركه قطاع خاص ان هو يمثل تهديد للامن القومي المصري، ده المينة ده جوه ارضك، جوه بلدك، جوه ميتك، انت مم. لديك الادوات اللي بتكفل حمايه امنك القومي. فأنا بقول للشعب والمصريين ما تقلقوش لما يكون هناك مستثمر أجنبي جاي بيساهم في أصل ما أو بيدير أصل ما أو إن هو بيحصل له نوع من أقول إيه؟ شراء خلينا نكون صرحاء إن هو يشتري جزء من هذا الأصل لا يعيب هذا الأمر تمام؟ بس شريطة إن هو يعظم استثماراته شريطة إن هو يعظم إنتاجه شريطة ان هو يكون بيستهدف التصدير النهاردة ما تيجي تخش على شركة ايراداتها بالدولار وتلاقي مستثمر اجنبي دخل خد حصة من هذه الشركة او من هذا الاصل ما يجراش حاجة بس شريطة ان اقول ايه يعظم من قاعدة الانتاج يزود حجم صادراته انا مستفيد كدولة هو ليه التخوف من انك انت تطرح اصل لاستثمار قطاع خاص على فكره الخصخصة اللي هي أصبحت كلمة قبيحة في القاموس الاقتصادي بتاعنا، م. الخصخصة تعني زيادة م. قاعدة الملكية. م. تنوع الملكية، ما تبقاش الملكية فقط قاصرة لطرف على أطراف أخرى. م. فتوسيع قاعدة الملكية هي الخصخصة، إنما لما تسأل حد مصري تقول له الخصخصة يعني إيه؟ يقول لك بيع. توسيع قاعدة الملكية ليها أكثر من نموذج وأكثر م. من طريقة. م. إنك أنت تطرح مثلا في اكتتاب عام. إنك تطرح لمستثمر رئيسي، انك تعمل شراكات، ده كله ما يضرش يعني، ما حصلش خلي بالك يا مصطفى بيه ان في مستثمر دخل اشترى اصل اصل استراتيجي، خلينا نقولها كده بال يعني بالفم المليان، وحصل اي نوع من لي الذراع السياسي، م. لا هي الدوله قادره على حمايه امنها القومي بمجموعه من الادوات لان الدوله هي منظم، الدوله هي مشرع، فانك تفتح اه اقتصادك للاستثمار انا ارى ان ده هو فعلا اللي هيقدر انك يخليك تكون قادر على استعاده مكانتك الاقتصاديه في وسط الاسواق الناشئه. لا على فكره مش انت لوحدك بتعمل كده، لا. في كثير من الدول فاتحه اذرعها للمستثمر الاجنبي، اوعى تتصور انت الدوله الوحيده اللي انت بتقول للمستثمر الاجنبي اتفضل. ده ده أمريكا النهارده بجالة قدرها عايزة ترجع المصانع الأمريكية اللي موجودة في اليابان وموجودة في الصين وموجودة، بيقول لك تعالوا ارجعوا لك مزايا استثمارية. بتقول الصين تعالى استثمر عندي. مم. بريطانيا نفس القصة. فبالتالي أرجو ألا يكون هناك تخوف كبير أو قلق كبير من عملية طرح أصول للاستثمار. نحن في أشد الحاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة نحن في اشد الحاجه لمشاركات من القطاع الخاص سواء المحلي او العربي او الاجنبي لكن الصناعه المصريه مهدده الان بمساله الاعتمادات ومستلزمات الانتاج وغير ذلك من الامور كيف ترى الحل السريع لانقاذ الصناعه الحل السريع حضرتك انك تستقدم مستثمرين م. تديهم الاراضي بالمجان مقابل عوائد من هذه الصناعه وديهم مزايا. شوف انت النهارده عايز توطن صناعه هذا الكوب داخل الاراضي المصريه. للاسف هذا الكوب فيه مدخلات كبيره من الخارج مش كده؟ نعم فيه مكونات اجنبيه. صحيح؟ طيب انا عايز بقى اللي بيديني المكونات الاجنبيه لهذا الكوب اجيبهم يقعدوا هنا. انا عايز اقدر اعمل الكوب ده من الالف الى الياء صناعه وطنيه. تمام؟ يبقى دور الدولة مين اللي بيعمل الكوباية ولا بيعمل الفنجان ده؟ دولت سين وصاد وعين، تعالى يا سين وصاد وعين تعالى اقعد عندي خد الأرض ببلاش يبقى أنا عندي منتج محلي صناعة وطنية من الألف إلى الياء. تمام؟ يبقى حضرتك عايز توطن مستثمرين. تاني ال ال القصة كلها استثمارات. إيه اللي هيخلي اللي بيديلك ده يجي يستثمر عندك؟ م. عملية إن هو يجي يصنع عندك م. إنك أنت تشجعه وأساليب التشجيع الاستثماري كبيرة جدا م. م. وغيرنا عملها م. وأنت مش عارف تعملها لغاية دلوقتي طيب تعال نختار عشر صناعات يتم توطينهم في مصر لعشر مخرجات أي عشر أصناف تختارهم قول مثلا انا عايز اعمل الثلاجه من الالف الى الياء بكل مكوناتها، م. خلي بالك اللي انت بتشوفه صناعه وطنيه او صناعه محليه ده فيه مكون كبير جاي من الخارج م. كبير جدا م. يبقى انت لازم توطن هذه المدخلات فين؟ م. في الداخل عشان يعمل لك صناعه م. من الالف الى الياء، خلي بالك سلاسل الامداد زمان كانت بتسمح انك انت تجيب من هنا وتجيب من هنا دلوقتي ما شاب سلاسل الامداد م. بقى فيها معوقات كبيره نعم مش كده؟ فبالتالي انت لازم يكون عندك توجه لتوطين عشر صناعات عشر منتجات من الألف إلى الياء داخل الأراضي المصرية هل نحن قادرون على ذلك؟ نعم بس محتاجة بقى يعني نقعد نتكلم كتير ازاي مم. ان انا أوطن هذه الصناعات ان انا ازاي شغّل طب وقضية الاعتمادات والمشاكل الاعتمادات المستندية انا شايف ان فيه يعني, آه يعني آه نوع من انفراجة انفراجة بتحدث النهارده البنك المركزي اتخذ اجراء فيما آه يتعلق بالسحب ل ألف ان هو فتح هذا الامر الايداع فتحه تماما م. تودع كيفما شئ فبالتالي انا شايف ان هناك انفراجة وخاصه ان كان هناك بالامس اجتماع لمحافظ البنك المركزي مع رؤساء البنوك للتحدث عن وضع احتياجات م. المصنعين والمطورين من احتياجاتهم الدولاريه عايز ايه فانا شايف ان في انفراجه بتحدث في هذا الملف عندنا مجموعه الحقيقه تولت الملفات الاقتصاديه اتمنى ليهم التوفيق الحقيقة ولكن يجب ان يكون العمل عمل جماعي م. يعني وأن يكون هناك نوع من التوافقات أكثر من، على فكرة الاختلاف ده مفيد، م. ممكن أنا وحضرتك نختلف في ملف ما، م. ولكن في النهاية يجب أن احنا نتوافق. م. مش كده؟ نعم. فأنا أتمنى الحقيقة يعني للمجموعة الاقتصادية أو من تم اختيارهم وانتقائهم في المجموعة الاقتصادية أن هم يكونوا إضافة، يعملوا على توطين الصناعة، أنا زي ما قلت لحضرتك أنا متفائل بطبعي بس عندي تفاؤل حذر. م. يعني ما اناش مفرط في موضوع او بفرط في موضوع التفاؤل ولكن دايما هناك تفاؤل حذر مبني على واقع مش كده؟ فانا انا اتمنى الحقيقه ان الفتره القادمه نفتح المجالات للاستثمار انا شايف تغير كبير بيحصل في الهيئات الاقتصاديه في الدوله كثير من الدماء الجديده النهارده بيتم الدفع بيها اتمنى العمل الجماعي اكثر في هذه الملفات الاقتصاديه، واتمنى ان نفتح المجال للاستثمار اكثر فاكثر فاكثر، مع اتخاذ الاجراءات والتدابير لحمايه الامن القومي، بس انا ما بقولش ان انا ازود حجم البيروقراطيه، لان لو المستثمر لقى هذه البيروقراطيه هيسيب حضرتك ويروح على البلد اللي جنبك. وانت مش الوحيد، هو بيبص طبعا. على تكلفه الفرصه الاستثماريه والبديل لها فانا بقول وجب يعني بالبلدي كده وجب ان احنا نفتح وما نخافش ونشجع ونواجه الناس بالحقائق نعم. و... بس الحقائق الحقيقيه نعم. عشان في ناس انت عارف اولاد عمنا بياخدوا جزء من هذه الحقائق ويحاول يغيرها مم. ويقول لك الدنيا مش عارف ايه في نهايه هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز التنمية الداخلية على هذه السياحة الاقتصادية في الأرقام وفي الأسباب وفي اللغة التفاؤلية التي تحدث بها لاقتصاد واعد سيتحقق إن لم يكن اليوم فغدا بالتأكيد وظروف الموضوعية والمزايا النسبية والعوامل التي يمكن أن تساعد على جذب الاستثمار كثيرة ومتعددة تحدث عنها دكتور ابراهيم عشوان شكرا لك دكتور شكرا يا فندم شكرا لكم ونلتقي غدا في حوار هام مع الدكتور سامي عبد العزيز العميد الاسبق لكليه الاعلام بجامعه القاهره شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته